كحزب احرار شنو الانتظارات ديالكم من العام الجديد؟ انتظاراتنا هي من انتظارات الساكنه في مدينه خريبيه والاقليم بصفه عامه من السيد العامل لإعطاء دفعه جديده للمشاريع التنمويه التي تحتاجها الساكنه. ايضا ننتظر من العام الجديد ان يولي اهتمامه للمشاكل التي يعرفها الاقليم وابرزها اشكالات الباعه الجائلين وايضا المشاكل الامنيه التي تعرفها بعض الهوامش. شكرا شكرا. سي عزيز اخواد مرحبا. انت كفعاليه جمعويه وماذا تنتظرون من تنصيب السيد العامل الجديد السيد عبد الحميد الشنوري؟ ماذا تنتظرون منه؟ شكرا سي مصطفى على التغطيه ديالك. كفاعل مدني ومهتم بالشان المحلي ومتتبع السياسات العموميه بالبلاد، ارى ان الوضعيه اللي فيها العامل الجديد هي وضعيه لا يحسد عليها، حيث ان المدينه بها مجموعه من بؤر التوتر. نرى احتجاجات في كل مكان، المعطلين، الوسطاء، الارامل، التجار المهنيين، احتلال الملك العام. كنتمنوا ان شاء الله ان السيد العامل ياخذ هذه النقطه بعين الاعتبار في اطار التنميه البشريه. وحنا كفاعلين بالنسبه للدستور ديال 2011 اللي نص على المقاربه التشاركيه وتقديم العرائض والملتمس، حنا مستعدين باش نتعاونوا معاه للرقي بهذه البلاد. شكرا سي عزيز. سيد الرئيس محترم، انتم رئيس مجلس بلدي والاكيد كاينه انتظارات من العام الجديد، تنتظروا شي حاجه من العام الجديد. لا نتحدى عن البلوكاج اللي وقع لكم مع العام القديم. الان احنا في عهد جديد، في تنصيب جديد، ما هي انتظاراتكم من هذا العام الجديد السيد عبد الحميد الشنوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اكيد اننا اولا نبارك للسيد العامل الجديد تقلبوا لويا وضعفوا، وعندنا أمل كبير هذه المدينة العزيزة لأنها تستحق كل خير وتستحق كل اهتمام. فكاين هناك مجموعة ديال المشاريع اللي هي خرجت للوجود، وكاين مجموعة ديال المشاريع اللي هي في طور الإنجاز، وكاين مجموعة ديال المشاريع اللي هي لازالت متوقفة. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وهذا السيد العامل هذا يعطي الله ويخرج هذه المشاريع ونفكوا هذه العراقيل اللي هي ربما إدارية أو تقنية أو مالية باش نفرجوا على هذه المشاريع اللي هي الآن في الرفوف. فما عنديش المجال في نسعى أكثر، ولكن مدينة خريبكة نتعاون عليها جميعا، سلطة محلية إقليمية، سلطة محلية، منتخبي المجتمع المدني، كل شيء تعاون، كل شيء يعطي الله، لأن المدينة كتهمنا حنا كسكان، كمواطنين، كتهمنا مدينتنا أكثر، نتعاونوا عليها أكثر، ونعطيو يد الله مع الجميع، وهذا هو المؤمل في السيد العامل الجديد إن شاء الله بحول الله. أكيد على التوجيهات الملكية السامية أن الإفراج على هذه المشاريع وتحمل المسؤولية، حتى واحد ما يتهرب من المسؤولية ديالو، ونكون عندنا واحد الجرأة باش مدينتنا تستحق كما قلت، تستحق الشيء الكثير، لأن فيها مكتب الشرف الصفات، فيها يعني الفلاحة، فيها الكسيبة، فيها الشباب اللي هو طاقة. الآن الدول الكبرى كتراهن على الشباب كقوة اقتصادية، كقوة يد عاملة، كقوة يعني فكرية، كقوة ابتكارية. عندنا الشباب طموح، عندنا جمعية المجتمع المدني طموحة، إذا خاص تعاونوا جميع، وغادي يكون خير كثير إن شاء الله بإذن الله. وعندي أمل في الله عز وجل، يعني هذه المدينة عزيزة، هذه المدينة خاصها تنمى، ولكن بشرط كل شيء يعني يساهم، لا من قريب ولا من بعيد، بالفكرة، بالمال، بالرأي، بالجهد، التضحية بالوقت، بكل ما نملك. هذا هو مدينتنا، خصنا نعطيو عليها الدم جوفنا باش تزيد قدام ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم. استاذ غانمي شكرا، رئيس مجلس بلدي شكرا. ممثل نقابه ديال التجار بخريبكه مرحبا. مرحبا استاذ. اليوم تتحضروا التنصيب ديال السيد العامل الجديد، والاكيد ان النقابه والتجار ينتظروا الاشياء الكثير.
اولا موجز في هذا المجال العمل وتنعقد عليه الامل ديالنا باش يصحح الوضعيه ديال مدينه خريبكا. هذه المدينه اللي ولات جوطيه كبيره وسوق كبير ولا فيها العادات ولا فيها واحد التسيب، وحنا تنتمناو يدنا ممدوده ليه باش يفك هذه المعضله، هذا التسيب اللي كاين في البلاد وهذا العشوائيه والفوضى في غياب الممارسه الصحيحه والتاجير والمهني اللي كيخلصوا اكراهات جد مجحفه ولم ياخذ بيدهم. حنا مشاركتنا في السلم الاجتماعي هي اللي جعلتنا باش نوقفوا الاحتجاجات ديالنا والاعتصامات ديالنا، وحنا مستعدين نمدوا يدينا ونعطيو المقترحات الوافد الجديد اللي كنرحبوا به، ومستعدين ناخذوا نضالات من اجل حقوق. السي عمغار، واش تظن بان هذا المشكل ديال الباعه بالتجول ما عنده حل لانه عالمي؟ كاين حل سيدي، كاين حلول. فين وصل هذا ديال عندنا اسواق نموذجيه ما عرفناش شكون اللي خواها هجرها، ما عرفناش شكون اللي كيحميها، ما عرفناش شكون اللي كيتخلص في الشارع. موال ضخمه كتجنى من الشارع، الشارع مكري يا سيدي. هذه الحاله صوبات السلطه اللي دايره هذه الحاله بالتواطؤ مع المنتخبين، هما اللي دايرين التسيب في المدينه. حنا مستعدين نفضحوهم في المنابر الاعلاميه في كل شيء، لان عندنا اسواق جد نموذجيه جد ممتازه ما كتوفرش في الاقاليم اللي وضعت حد لها الظاهره. الظاهره عندها ابعاد خطيره وفيها الناس كتسترزق يوميا مبالغ ضخمه كيجنيوها. سي أمغار، كلمه اخيره. تنرحبوا بالوافد الجديد وكنمدوا يدينا، وحنا مستعدين نتعاونوا معاه، وعندنا اقتراحات، عندنا حلول. علاش اسيدي ملي السيد داودي دابا قال بغينا المقترحات، فين هو المشروع اللي جتنا من تركيا دراسه ديال 22 يوم على الباعه المتجولين، جنا ملف متكامل، قبروا هذا اللي مشى. علاش دمر هذه المدينه وتلقل علينا البلطاجيه وتلقى علينا الفوضى وما عندناش البديل؟ عندنا البديل، عندنا سوق نموذجي دابا واصل 5 سنين وما تياكلوا فيه، عندنا سوق نموذجي في الفتح من اروع الاسواق، عندنا بزاف ديال الحوايج، هادشي ما بقاش نسكتوا عليه. سي محمد أبغار، شكرا. تحية.